أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الأخ حيدر عمر بارك الله فيه على هذه التلاوة المباركة، وأدخل نغمة بالأصل هي نغمة مغربية، هي نغمة النقريز، أول ما قرأ فيها في بغداد والعراق والحافظ الخليل عند قوله تعالى قال: وهم يعلمون. هذه نغمه بسيطه جدا سواها اهل المغرب، فدخلها الحافظ الخليل في الانغام العراقيه. الشيخ الاستاذ ابو ولد النجم جزاه الله خيرا. يا نغمه محترمه من الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.